بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشروع تربية عصافر الزينة من المنزل مشروع رائع ومربح. مشروع طباعة التيشيرتات بالتفصيل، شرح لطرق الطباعة، مشروع فن مخبوزات مطروح، مطور لإنتاج أنواع مختلفة من الخبز. أفكار مشاريع نسائية بتكاليف محدودة وأرباح ممتازة. مشروع صناعة زيت الشعر الطبيعي منزليا طريقة التصنيع. مشروع محل لبيع الذهب الصيني الذي زاد الطلب عليه. مشروع محل لصيانة وتصليح الساعات بالتفصيل. مشروع صالون وحضانة أطفال. مشروع منزلي مربح. مجموعة أفكار مشاريع متميزة، 192 فكرة للمشروع. مشروع الطباعة على المقعد والأكواب، شرح لطريقة الطباعة بالفيديو. مشروع مصنع جوارب شربات مع عرض شامل لمتطلبات المشروع. مشروع مصنع مفصلات أبواب وشبابيك. مشروع مكتب رحلات داخلية، الطريقة الصحيحة لتنظيم الرحلات. شاركوا معنا في القناة لتصلكم معلومات عن هذه المشاريع وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.